نعمل بقى دلوقتي شوربة أروس بالوايت صوص. نقول على المكونات: سمك أروس فيليه، توم معمر، ورق لورا، بودرة بصل وبودرة توم، بيف بيكن، شبت، بصل، زبدة، بصل أخضر، جبنة كريمي، مرقة وكريمة لباني. أول حاجة هعملها هاخد البيف بيكن أقطعه، وفي طاسة سخنة هخليه يبقى هاخد منه الفات، هاخد منه المادة الدهنية اللي فيه وأرمشه، وبعد كده يتحط جرنش على الشوربة نفسها. هحط معاه سنة زيت صغيرة بس علشان أساعد إن هو يتحرك، يعني يبتدي يتقرمش شوية. نص بصلة هقطعها كبير. انا هجهز بس كل حاجه لحد لما البيف بيكن يتقرمش، والثوم المعمر هقطعه صغير برضو، بصل الاخضر عاده ما يفضلش قوي ان هو يتحط على النار، الحته البيضه دي ماشي، الاخضر لا. فاحنا ممكن ناخد الحته البيضه دي كده مع البصل، وده نجهزه يبقى هو مع البيكن كده كويس قوي. نرجعهم تاني هنا، ونفس بقى الزيت اللي فيه طعم البيكن ده او البيف بيكن هزود عليه زبده، وابتدي بقى الخطوات بتاعت الشوربه واحده واحده. طب كويس، البصل والثوم المعمر ابتدي البصل يطرى، حاجة بسيطة خالص. اخد بقى السمك بشوكة كده، معلقة ملح صغيرة، ونص واحدة فلفل، واقلبهم بس عشان ايه، وبسرعة بسرعة قبل ما الزبده تاخد لون. فبسرعه ابتدي احط مكون تاني عشان اوقف درجه الحراره، اخلي درجه الحراره تنزل علشان الزبده ما تتحرقش. نقلب، نحاول بقى على قد ما نقدر ما نحركش السمك كتير علشان يفضل سليم زي ما هو، يعني يفضل لما نعمل الشوربه تلاقوا نفس ال قطع السمك موجودة سليمة زي ما هي. بودرة بصل وبودرة ثوم، نص معلقة ونص معلقة صغيرة. ورقة لورا، ونزود عليها المرقة، مرقة خضار، مرقة سمك، حتى لو مرقة فراخ تنفع. ونستنى عليها بقى لحد لما تبتدي تغلي، واول لما تبتدي تغلي هزود الكريمه او تسمر، يعني مش لازم تغلي هزود الجبن الكريمي وهزود الكريمه اللباني. اقلب بس ايه، بصوا عليكم بقلب من الحله او من الطاسه من بعيد، مش بقى ادوس عليها جامد علشان ما يحصلش ان هي تقطع السمك. على قد ما نقدر، يعني ممكن اول مره هتلاقوها ما ظبطتش، بس بعد كده هتلاقوا الدنيا بتظبط. نقطع الشبت ونجهزه مع اول سمر او مع اول بقليل بتطلع زي دي كده، اقدر احط بقى ايه الجبنه الكريمي. الجبنه الكريمي هتقله مع الكريمه اللباني هتخلي الصوص تقيله وتخلي الشوربه تقيله. انا هاخد معلقه واحده بس، سيبوها ما تلاقوش، هي هتفك لوحدها. والكريمه اللباني بس كفايه كده عشان في اصلا جبنه كريمي، فهتبقى ايه
كل حاجة هتفك، بس أول لما تبتدي تغلي، بس مش عايزينها تغلي بقى جامد قوي يعني، دوب بس بالراحة كده نقلب واحدة واحدة. طبعا السمك استوى خلاص، ما بياخدش في مية 5 دقايق يمكن، لأنه كان ما كانش سمكه كبير. وادي الجبنة ابتدت تفك اهي، محتاجة ملح. وأقلب، أعتقد إن كده كل الجبنة وكله داب، يعني حتة صغيرة اللي فاضلة اهي. ممكن احط شويه دلوقتي من الشبت والباقي على الوش. لو لقينا حته جبنه كده زياده ممكن بالشوكه، مش عايزينها تغلي اكتر من كده يعني، درجه الغليان دي كويسه قوي، اكتر من كده هتبتدي تقطع السمك. ممكن متهيألي هي تكفي كلها مره واحده. ناخد بقى البيكن او البيف بيكن والبصل الاخضر وبقيه الشبت. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب راسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.